انا مريض وطبي وقلب، وبعدين السكر بيخليني مقبط ابعيد على طول، مش عارف اعمل ايه. يعني انت السكر والضغط والقلب بقاله قد ايه؟ وعندي ارتجاع في القلب، في عضلة القلب. هذا الموضوع ده السكر بقاله بقاله حوالي 3 سنين، أما الضغط بقاله 20 سنة. واو القلب، واو القلب، السنة دي أنا متدمرة يعني، كله السنة دي طب بالنسبة للأكل والشرب، زدت عليا بالنسبة التعب. للأكل والشرب بتاكل أكل طبيعي ولا رحت لدكتور تغذية يعمل لك نظام؟ لا ما روحتش باكل اكل، يعني ايه مثلا لو اكلت عيش رغيف يا براد ده بقى ما لا باكلش رز. بص، انا هقول لك على شويه اغذيه عايزها منها ما لا عايزها بشكل يومي تكون موجوده عندنا. لو انت عايزه يعني احنا عندنا سكر من النوع الاول ولا من سكر من النوع الثاني؟ عندنا سكر من النوع الاول ولا سكر من النوع الثاني؟ الدم تمام. النوع الاول بناخد حبوب ولا بناخد الاثنين انسولين؟ راح احلل صايم وفطر. يعني بناخد حبوب ولا بناخد انسولين؟ لا باخد حبوب، تمام خلاص، عندنا سكر من النوع التاني مفيش مشكلة فيه. لا حبوب. تمام، عندنا سكر من النوع التاني. احنا اللي احنا عندنا ده بالظبط اسمه متلازمة الايض. ايه هي متلازمة الايض؟ الضغط والسكر و يعني دهون، عندنا دهون في عندنا دهون في القلب. ده بنسميها متلازمة الايض. انا هقول لك على شوية اغذية، هقول لك على شوية اغذية عايزها تكون موجودة بشكل يومي. الاغذية ديت هي دواء، يعني بمقام الادويه اللي انت بتاخديها، بل نتيجتها ومفعولها هيكون افضل من الادويه اللي انت بتاخديها. مش بقول لك تبطلي الدواء، تبطيل الدواء هيكون باشراف طبي وباشراف طبيبك الخاص. لو بتتابع معايا يبقى باشراف، يعني مش بتتابع معايا يبقى بتتابع مع الدكتور بتاعك يقول لك ايوه تبطل ايوه على انا نفسك معاك. وما توقفيش. لكن انا بقول لك يعني في خلال 7 سنوات من خلال العمل بتاعنا، في خلال المده اللي احنا اشتغلناها، ناس كتيره بتابع جدا مع الدكتور. الدكتور بتاعك هدانك متابعه معاه مفيش مشكله خالص. لكن اللي انا هقول لك، الاغذيه اللي انا هقول لك عليها ديت هي علاج زي الدواء اللي انت بتاخديه بالظبط. لو قدرتي ان انت تكملي تاخدي العلاج اللي انت بتاخديه وتاخدي الاغذيه اللي انت بتاخديها، فانت كملتي العلاج بنسبه 100%، ونسبه التعافي من مرض السكر من النوع الثاني بتكون بنسبه 100%. اوكي اما بالنسبه لارتجاح القلب وكده، ده تشخيص طبي يحتاج شويه حاجات. الدكتور هتمشي على الدواء بتاعك لحد ما الدكتور، لكن انا باخد هيحسن علاج هيحسن من يعني الاعراض اللي بتيجي كنتيجه للامراض اللي موجوده عندها كلها هتختفي بمجرد ان احنا نظبط الاكل بتاعنا. اسمع مني بقى، في الدقيقه ديت هقول لك مجموعه من الاغذيه حاولي تكون موجوده عندك بشكل يومي في النظام الغذائي بتاعك، نقدر ان احنا يعني ان شاء الله تعالى نتعافى ما نستطيع ان نتعافى منه بشكل سريع. اول حاجه بنقول عايزين ندخل في النظام الغذائي بتاعنا السلمون. يا رب. عايزين ندخل اول حاجه في النظام الغذائي بتاعنا السلمون. السلمون التونة يعني. السلمون السلمون بشكل خاص، السلمون غنيه باحماض الاوميجا 3، ودي بتقلل من خطر الاصابه طبعا بحدوث النوبات القلبيه المفاجئه اللي ناتجه عن ارتشاح القلب او المشاكل القلبيه اللي موجوده عندنا، او اللي ناتجه مثلا وليكن عن الضغط العالي او السكر او اي. فاول حاجه سمك السلمون عايزك بشكل، يعني لو مش هنقدر يعني السلمون عايزينه مثلا 3 مرات في الاسبوع، يعني يوم ويوم لا، 3 مرات في الاسبوع ناكل سلمون في وجبه الغداء بتاعتنا، تكوني حاطه السلمون بتاعنا في وجبه الغداء بتاعتنا. عايزين يوم او يومين تانيين نحط سمك، عايزين يومين تانيين نحط سمك التونه. التونه وما بنيجي نتكلم عن تناول التونه بتكلم الماكريل السردين، يعني كل هذه الاشياء نحاول قدر الامكان ان احنا نحطها في النظام الغذائي. بتكملي معايا؟ حاول نراجع الكلام، انا عملت حاول نراجع لما تيجي نعيد. عيدي دلوقتي. هي رجعت. النت عندك ماشي. ايه تمام، يبقى دي كده. عيد معايا. عدت، انا عدت خلاص، احنا مع بعض. عيد عيد. تمام. تاني حاجة هنمنع الملح والدهون بشكل نهائي. الملح والدهون هنمنعهم ونحط مكانهم التوابل والنباتات الطبية الطازجة.
وكل حاجه فيها ملح، كل حاجه فيها دهون، كل حاجه فيها كوليسترول في الاكل بتاعنا هنلغيها ونحط مكانها التوابل. طب ايه يا دكتور احمد التوابل اللي هنحطها مكان الملح والدهون عشان طول ما انت بتاكلي ملح، طول ما انت بتحط دهون، طول ما في كوليسترول، طول ما في مشاكل في القلب، طول ما في ضغط. ما هو الضغط بيجي من ايه؟ كنتيجة للملح والدهون المشبعة اللي احنا بناخدها. فاحنا هنبدل الملح بتاعنا بالتوابل، ممنوع الملح منعا باتا، ونحط مكان ده يعتبر سم بالنسبة للناس اللي عندها ضغط. وما بنقول ملح نمنعه، مش بقول ان احنا نمنعه بنسبة 100%، بنقول ممكن نحط شعرة كده. احنا عندنا مرض دلوقتي، اما نتخلص من المرض بتاعنا نبقى نرجع نحط كميات بسيطة من الملح. مش لازم الاكل يبقى مسكبك قوي. بدل الملح هنحط النباتات الطبية، بدل الملح هنحط التوابل. ايه هي النباتات الطبية؟ بنقول المرمرية، المريمية او المرمرية يعتبر اول حاجة نحطها بدل الملح المرمرية المرمرية تاني حاجة الزعتر، المرمرية، الزعتر، البردقوش، اكليل الجبل، اكليل الزعتر. الجبل، دي الحاجات ديت مهمة جدا لمريض يعني لمريض الضغط ومريض القلب بشكل اساسي، لانها بتحتوي على مضادات للاكسدة والمهمة لوظائف القلب والاوعية الدموية، مهمة لوظائف القلب والاوعية الدموية. تالت حاجة بنقول عايزين نحط الفاصوليا السوداء عندنا. الفاصوليا السوداء مليانة بالمغذيات، الفاصوليا السوداء مليانة بالمغذيات، بتحتوي على مضادات أكسدة، بتحتوي على حمض الفوليك، بتحتوي على هي المغنيسيوم. سودا ولا معين سودا؟ الفاصوليا معين السوداء، سودا ولا لازم سودا؟ الفاصوليا السوداء، هي معين سودا؟ في فاصوليا سودا؟ عندنا فاصوليا أم عين سودا. أيوه هي دي. تمام. ماشي. ديت ليه بقى؟ اكلها كده اي حاجه. الفاصوليا السوداء ديت مليانه بالمغذيات، فيها مضادات للاكسده، فيها حمض الفوليك، فيها المغنيسيوم. المغنيسيوم ده افضل ماده بتساعد على خفض ضغط الدم، افضل ماده. المغنيسيوم، المغنيسيوم موجود في الفاصوليا السوداء. بنقول مش بقى الفاصوليا السوداء برضو بتحافظ على مستويات الكوليسترول في الدم وخفض نسبة السكر في القلب. يبقى احنا كده اتكلمنا على الكوليسترول الزايد، اتكلمنا عن السكر، اتكلمنا عن الضغط، اتكلمنا عن القلب. فالفاصوليا السوداء نقدر نقول ان هي حاجة جميلة جدا. تالت حاجة بنقول برضو زيت الزيتون البكر. زيت الزيتون البكر يعتبر يعني بنقول ان هو غني جدا بمضادات الاكسدة والاحماض الدهنية الغير مشبعة، وبالتالي بيحمي الاوعيه الدمويه بتاعتنا. عشان كده بنوصي بيه ان احنا نحطه مثلا وليكن في طبق السلطه بتاعنا بشكل مستمر، ان احنا نحطه بشكل دايم، نحطه يعني على لو عايزين ناخد منه على الريق برضو معلقه. يعني السلطه هي الخيار والقوطه والجزر والسلطه دي السلطه والفلفل الاحمر والاخضر. انا هقول لك على السلطه طبق السلطه والقوطه المناسب لحالتك انت، طبق السلطه المناسب لحالتك. بنقول اللون الابيض زي الثوم والبصل، اللون الاخضر زي الخس والجرجير، الثوم والبصل الثوم والبصل، الخس والجرجير. اللون الاحمر زي اللون الاحمر ممكن نقول الفلفل الاحمر، البنجر. لا بلاش الفلفل، الفلفل الفلفل هركز بس في الحاجات بلاش بنجر بلاش البنجر الفلفل الاحمر سيبك من البنجر دلوقتي، خلينا في الفلفل الاحمر. اللون البرتقاني زي الجزر، اللون الاصفر زي الليمون والفلفل الاصفر. ده طبق سلطه كده يتعمل بشكل يومي نحطه عندنا. تاني حاجة بنقول عايزين الجوز، المكسرات، بنتكلم عن الجوز. الجوز بيخفض من مستوى الكوليسترول وبيقلل من فرص حدوث الشريان التاجي اللي هو يعني بيكون أحد أسباب الموت يعني. فاحنا بنتكلم الجوز 50 جرام فقط من الجوز لو خدناهم بشكل يومي كافيين إن احنا نحصل على الأوميجا 3، وإن احنا نحصل على دهون غير مشبعة، ونحصل على ألياف غذائية. إيه عشان كده؟ علشان نحافظ على القلب بتاعنا ونخفض من مستوى السكر في الدم، و يعني نستفيد من الدهون الاحاديه عديمه التشبع، في ان احنا نتخلص من الدهون الضاره اللي هي سبب في الضغط عندنا. بعد كده بنقول برضو البرتقال مهم جدا. ماشي. البرتقال مهم جدا. البرتقال بيحتوي على مادة محاربة للكوليسترول، مادة خطيرة جدا بتحارب الكوليسترول. هي المادة اللي جواه مادة اسمها البكتين.
زائد برضو ان البرتقال بيحتوي على البوتاسيوم، البوتاسيوم ده بيساعد في الحفاظ على خفض ضغط الدم، في الحفاظ على ضغط الدم ثابت ولا يطلع ولا يوطى. فنحافظ على ضغط الدم الثابت ازاي؟ من خلال البوتاسيوم اللي موجود ايضا في البرتقال. بعد كده بنقول بنقول ايه تاني؟ بنقول نحاول قدر الامكان بقى، اهم نصيحة هديها لك اللي هي عملها الاتحاد الياباني للامراض، اللي هي قالت ان هي بتتخلص من مرض السكر وتتخلص من مرض الضغط في 30 يوم فقط، اللي هي ان احنا لو قدرنا ان احنا نشرب 4 كوبايات مية دافية على الريق، هنشرب 4 كوبايات مية دافية على الريق، حجم الكوب 160 ملي، وبعد كده بنشرب 4 كوبايات ميه دافيه على الريق، ننتظر 45 دقيقه، مش هنحط اي حاجه في بقنا، مش هناكل، مش هنشرب، وبعد كده ناخد وجبه الفطار بتاعتنا. ممنوع شرب الميه اثناء الوجبه او بعد الوجبه مباشره، شرب الميه يكون قبل الوجبات او بعد الوجبه بساعتين، عايزين يكون عندنا 3 وجبات في اليوم، شرب الميه دايما يكون بعد الوجبه بساعتين، ممنوع شرب الميه بعد الاكل مباشره، شرب الميه اما يكون قبل الوجبه او قبل الوجبه بنص ساعه، وعلى الريق بنشرب 4 كوبايات ميه دافيه. لو قدرتي ان انت تشربي 4 كوبايات ميه دافيه على الريق، وبعد كده تنتظري 45 دقيقه، وبعد كده تاخدي وجبه الفطار بتاعتك، وبعد كده بعد مثلا وجبه الفطار تشربي ميه بس يكون بعدها بساعتين، وبعد وجبه الغداء برضه نشرب الميه بس يكون بعدها بساعتين، ولو حابين نشرب قبلها يبقى بنشرب قبل الوجبه بنص ساعه. لو قدرت تمشي بهذه التوصيه فقط، الاتحاد الياباني بيقول ان احنا نستطيع ان نتخلص من مرض السكر من النوع الثاني في 30 يوم فقط، وايضا مرض الضغط فقط بس بشرب الميه على الريق، وننتظر 45 دقيقه، وبعد كده ناخد وجبه الفطار بتاعتنا. وحط الاغذيه اللي انا قلت لك عليها بقى دي، من اول اسبوع بتحس بتغيرات في جسمك وحركتك وطاقتك والارهاق والتعب، كل الحاجات دي بتختفي بمجرد انت تحط الاغذيه اللي انا قلت لك عليها دي، الاغذيه اللي انا قلت لك عليها تحطيها في النظام بتاعك، واشربي الميه الدافيه على الريق، بتشوفي نتائج خطيره جدا. وما تيجي تتابعي مع الدكتور بتاعك، ما تيجي تروحي له وتقولي له والله انا اتحسنت، في دكتور نصحني بكذا والحمد لله اتحسنت، هو هيبدا تلقائيا هيبدا يقلل لك الجرعات من الادويه اللي انت ماشيه عليها كنتيجه للتغيير فقط في الاغذيه اللي احنا قلنا عليها. وثالث اخر نصيحه نقول برضو، النشويات ما ناكلش، ما نزودش فيها زياده عن اللازم، ولو احنا يفضل مثلا وليكن ان احنا يعني النشويات احنا يعني مش عايزين تزيد عن 50% من الوجبه بتاعتنا، وما بنقول نشويات لو ونقلل على النسبه دي كمان، نزود شويه في البروتينات في الاكل بتاعنا، نزود شويه الدهون الصحيه اللي احنا قلنا عليها زي اللي موجوده في السلمون، موجوده في التونه، موجوده في زيت الزيتون، في الحاجات اللي فيها الاوميجا 3، وناخد البرتقال عشان ناخد البكتين اللي موجود فيه، يبقى احنا كده بنستطيع ان احنا يعني نتعافى بشكل اساسي من مرض السكر اللي هو مرض مزمن لا يمكن شفائه اذا فقط ان احنا مشينا بالدواء. الدواء فقط لا يستطيع علاج مرض السكر، تغيير نمط الحياه والدواء مع الغذاء بتاعنا مع شويه رياضه بنستطيع نتخلص من مرض السكر وايضا مرض الضغط بالنصايح اللي انا قلت لك عليها دي. وامشي بنصيحه الاتحاد الياباني، وانا عندي حالات كتيره جدا تعافت من مرض السكر من النوع الثاني، كانوا بياخدوا ادويه حاليا دلوقتي لا يتناولوا اي ادويه فيها مرض سكر من النوع الثاني، فقط غيروا نمط حياتهم، فقط غيروا الاكل بتاعهم، فقط بعدوا عن الملح والدهون المشبعه، ركزوا في الدهون الصحيه. استطعنا ان احنا نتعافى من مرض السكر، استطعنا ان احنا نتعافى من مرض الضغط، استطعنا ان احنا نتحكم في امراض خطيره جدا كانت ممكن تؤدي للموت، واستطعنا ان احنا نعيش بحياه الشباب كما كنا، والسن عمره ما كان عائق ان احنا نعيش حياه صحيه.